فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن سورة الملك تسمى المنجية من عذاب القبر؟ توصف بهذا، ما تسمى، توصف بهذا، لأن ورد في الحديث أن رجلا قرأها فأنجته من عذاب القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب تنصحون به بالنسبة؟ وأما الاسم تسمى سورة الملك، ما تسمى المنجية، ما في المصحف أن اسمها المنجية، فيه سورة الملك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.